حديقة الأسماك أهل الزمالك مش موافقين على تحويلها لمشروع استثماري. حديقة الميريلاند نفس الشأن. لكن النهاردة احنا ناخدكم في تقرير عن حديقة الأسماك وعن قيمتها التاريخية، مش بس قيمتها الرومانسية والعاطفية لينا في كل الأفلام اللي شفنا فيها الجنينة دي بعظمتها وجمالها. حديقة الأسماك حارسة المشاعر وشاهدة قصص الحب، تسعة أفدنة من الدهاليز الجميلة وأحواض السمك ودروب النوستالجيا، نتنسم فيها أغاني عبد الحليم وشقاوة أحمد رمزي وخفقان قلب فاتن حمامة وهي تهرول في موعد غرام. أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة قال لي جمالك. بناها الخديوي إسماعيل في إطار تخطيطه للقاهرة المتمردة على الماضي عام 1867 على هامش الاحتفال بافتتاح قناة السويس. وتضم نحو 50 حوضاً للأسماك إلى جانب أحواض صناعية لأسماك وزواحف محنطة ومجسمات صخرية على شكل خياشيم الأسماك والشعاب المرجانية. خلال قرن ونصف تحولت هذه التحفة المعمارية لبصمة للحب جذبت عيون السينما وقلوب النجوم ومشاهديهم. فكان فيلم موعد غرام الذي شد فيه العندليب كان يوم حبك أجمل صدفة وجنينة الأسماك ليسري نصر الله. زي ما بقول لحضراتكم كده، حديقة الأسماك ليها قيمة تاريخية وقيمة جمالية. وبالمناسبة لما بندافع عن القيم الجمال ده احنا بندافع عن آدمية المصريين، بندافع عن الحياة الكريمة. تخيلوا، لأنه بيقال كده اللي بيتعود يشوف القبح شخصيته نفسها تتغير فتبقى ممارساته قبيحة ويبقى سلوكه عنيف، اللي بيتعود يعيش في الزحمة يبقى شخص صوته عالي، اللي يتعود يشوف مباني 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 من غير خضرة حواليه يبقى شخص سلوكه أكثر عنفا حقيقي. فإحنا بندافع عن الجمال وبنحب الجمال وبنتمنى أنه كل الموجود عندنا يزيد ما يقلش لهذه الأسباب الكتيرة. ولأننا بنتكلم عن اللي موجود عندنا واللي بندافع عنه، واحد من الأماكن اللي في مصر اللي ما فيش مصري بيحب البلد دي ومرتبط بتاريخها الثقافي وميراثها الثقافي والفني ما بيدافعش عنه، ماسبيرو، التلفزيون المصري. لما بتكلم عن التلفزيون المصري بتتكلم بمهابة كده شديدة غير لما بتتكلم عن أي وسيلة إعلامية ظهرت بعده حتى وإن بدأ أنها تفوقت أو سبقته. التلفزيون المصري بكل كواليسه وكل تفاصيله وكل التطوير اللي بيحصل فيه والمنتظر أنه يحصل فيه، ده عنوان فقرتنا القادمة مع الإعلامية الكبيرة الأستاذة نائلة فاروق، ونتكلم على التلفزيون المصري بكل تفاصيله وكواليسه.